صورة اللهب أو الشعلة تكون بالأبيض عشان يعني تعطي وضوح أكثر. طبعا يجب أن يغطي لون السلام الأحمر 50% على الأقل، يعني 50 ممكن أكثر من 50 ما مشكلة، لكن المينيموم يكون 50%. يمكن الكتابة على هذه الإشارات بحيث تكون الكتاب بالأحمر على خلفية بيضاء أو العكس، يعني ممكن تكون الخلفية بيضاء تكتب بالأحمر أو العكس. طبعا زي ما احنا شايفين هنا في الشكل رقم 4 في عندنا مستطيل أو مربع، في موضع عندنا عرض الإشارة، القاعدة حقتها كم لازم تكون الأطوال حقتها، السطح الخاص بالإشارة. فهذا فيما يتعلق يعني بإشارات مكافحة الحريق. عندنا رقم 5 اللي هو إشارات الإسعاف الأولي أو النجاة في حالة الطوارئ. طبعا نفس إشارات الحريق لكن باختلاف اللون، بيكون الشكل نفس الشكل مستطيل أو مربع. عندنا الخلفية لازم تكون أخضر، الرمز يكون عادة باللون إيش الأبيض. طبعا برضو نفس الكلام لازم يغطي لون السلامة الأخضر 50% على الأقل. عندنا هنا الشكل رقم 5 يبين لنا يعني أطوال ومقاس القاعدة برضو الإشارة. طيب عندنا برضو هنا رقم 6 اللي هي إشارات التوجيه. إشارات التوجيه تكون مستطيل أو مربع نفس الكلام، الخلفية حقتها تكون زرقاء، والكلام طبعا أو النص أو الرمز يكون باللون الأبيض. طبعا شوفوا اختلاف الألوان بين الإشارات التوجيه وإشارات مكافحة الحريق. إشارات مكافحة الحريق اللون الأحمر ملفت أكثر ويشد الانتباه أكثر من الأزرق. ليش؟ لأنه هذا يعني خلينا نقول أكثر خطورة من التوجيه. التوجيه عادة يكون لما شخص ماشي في مكان هو يبحث عن لوحات أو يبحث عن مكان معين، فراح يكون لقاها موجودة باللون الأزرق، واللون الأزرق أكيد أنه بيكون واضح وزي كذا، لكن الأحمر أكثر وضوح وأكثر لفت الانتباه. طيب بنجي هنا نتكلم عن لوحات إشارات السلامة إيش الملحقة أو المتممة. طبعا تستخدم لوحات الإشارة المتممة أو الملحقة مع لوحات الإشارة الأساسية بهدف إعطاء معلومات مكملة. ذكرناها أمس أنه تكون اللوحات الأساسية يكون عليها رمز، اللوحات المتممة والملحقة يكون عليها فيها نص إيش نص توضيحي، عبارات يعني ملائمة، نصية ملائمة تكون يعني لزيادة الشرح. طبعا وهي توضع أسفل إشارات السلامة الأساسية أو على اليمين أو على اليسار زي ما احنا شايفين في الشكل هذا هنا. الشكل طبعا تكون مستطيل، الخلفية تكون بيضاء. زي ما قلنا هذه لوحة ثانية غير اللوحة الأساسية، هذه تكون ملحقة عادة. طيب هنا يكون لون الإطار باللون الأسود، لازم يكون لون الإطار باللون الأسود أو أحمر، ويسمح بتصميم إشارات متممة بيضاء أو صفراء بدون إطارات. إذا كان عندنا لوحات يعني متممة عليها يعني نص توضيحي ممكن يكون أصفر وممكن يكون أبيض، هذه عاد ممكن يكون أصفر بدون إطار، لكن الأبيض لازم يجي عليه إطار أسود زي ما واضح هنا في النص. في برضو لو ألوان أزرق أو أحمر أو أخضر برضو هذه ما نحط لها إيش ما نحط لها إطارات. تكون الحواف بلون أو بيض أبيض أو أصفر إذا كان اللون الأساسي للوحة هو الإيش الأصفر زي ما احنا شايفين هنا. شوف المقاسات واضحة عندك، الطول والعرض والارتفاع برضو يكون معاك واضح. فكل هذه يعني خاصة بالإيش باللوحات الملحقة أو المتممة زي ما قلنا، يكون فيها عادة يكون فيها نص توضيحي تشمل على عبارات نصية ملائمة، وتكون متبوعة طبعا باللوحة الأساسية، ما تجي لحالها كذا، تكون متبوعة باللوحة الأساسية. طيب عندنا هنا اللي هي لوحات إشارات السلام المشتركة. ذكرنا أمس المشتركة ليش تكون؟ تكون عبارة عن رمز وتكون برضو عبارة عن نصية، وهي عبارة عن لوحات إشارات تضم إشارة السلام الأساسية مع المتممة في آن واحد. قلنا المتممة اللي هي إيش؟ أو الملحقة اللي يكون فيها عبارات نصية، والأساسية تكون فيها عبارة عن رموز. فهذه اللوحات المشتركة تكون مشتركة من اسمها واضح أنه مشتركة بين الاثنين، بين النص وبين الرمز. طبعا الشكل يكون فيه شكل مستطيل، الخلفية لازم أنها تكون بيضاء، خلفية الكتابة عادة تكون بيضاء أو بلون إشارة السلامة الأساسية. اللون طبعا ممكن الكتابة تكون باللون الأسود
للخلفيات البيضاء والصفراء عشان تكون يعني أكثر وضوح، ويكون مكتوب باللون الأحمر للخلفيات البيضاء، ويكون مثلا مكتوب باللون الأبيض للخلفيات الزرقاء والخضراء والحمراء. فالهدف من الألوان هذه أنه يكون اللون الكتابة يعني مختلف تماما عن الخلفية، بحيث أنه ما يصير لبس. يعني أنا ما أقدر أحط مثلا خلفية حمراء واستخدم اللون الأزرق مثلا، أو استخدم لون، لازم يكون لون بارز. لما نستخدم أحمر يكون مثلا مكتوب بالأبيض، يكون مكتوب بالأسود، يعني لون واضح. لما يكون الخلفية زرقاء لازم يكون مثلا الكلام باللون إيش، إذا كان خلفية زرقاء يكون لون أو الرمز باللون الأبيض. فضروري جدا إذا كانت الخلفية بيضاء نستخدم اللون الأسود، هذا يكون أوضح الألوان. يعني ما أقدر مثلا أستخدم، تخيل في لوحة مثلا لوحة خلفية اللون أصفر وأكتب مثلا باللون الأبيض، بيكون يعني فيها عدم وضوح لما تكون مسافات يعني بعيدة، أو حتى لو كانت قريبة بتكون يعني صعب قراءة النص أو الرمز. فلازم يعني اختيار اللون الكتابة مع اللون الخلفية مهم جدا، إن الواحد يمشي على الستاندر الموجود أو المواصفات الموجودة، بحيث إنه يعني يتحقق الهدف المنشود وهو لفت الانتباه ومعرفة وفهم محتوى الإشارة. طبعا هنا عندنا الشكل رقم 8، لوحات إشارات السلام المشتركة. زي ما قلنا شوف، ارتدي الألبسة الواقية في الشكل جيم. فعندنا لبس رمز اللبس الواقي إضافة إلى الكتاب النص المكتوب. برضو عندنا هنا ممنوع المرور مؤقتا، فعندنا نص مكتوب وعندنا اللي هو الرمز. انتبه للخطر الحيوي، برضو نفس الكلام. فجميع هذه تعتبر من الإشارات السلام المشتركة، واللي تشمل زي ما قلنا على نص ورمز. طبعا بخصوص النص، احنا شايفين هنا في النص الخطر الحيوي، النص جاي أسفل الرمز، فممكن يكون أسفل الرمز، ممكن يكون على اليسار، ممكن يكون على اليمين، فكل هذه يعني تؤدي نفس الغرض. طيب عندنا لوحات إشارات السلام التجمعية أو المركبة خلينا نقول، وهي عبارة عن لوحات إشارات تحتوي اثنين أو أكثر من إشارات السلام الأساسية مع الإشارات المتممة لها. طبعا نفس الشكل هذا اللي بيكون، هي نفس الإشارات المشتركة لكن بيكون أكثر من رمز وأكثر من إشارة مع بعض. نشوفه هنا الشكل، طبعا يكون مستطيل، الخلفية لازم تكون بيضاء. خلفية الكتابة إذا كان مثلا زي ما قلنا الكتابة باللون الأسود، إذا كان لون الإشارة الأساسية مثلا أبيض، فضروري يكون يعني زي ما قلنا لكم إنه اللون النص يكون متناسق وواضح مع لون الخلفية. طبعا بما أن الخلفية بيضاء فراح يكون اللون الكتابة بيش أو النص يكون باللون الأسود. طبعا الإطار يكون أسود أو أحمر، الحافة حافة الإطار تكون باللون الأبيض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأبعاد الخاصة بلوحات الإشارة المشتركة والتجمعية فيما يتعلق بالإطار والحواف مماثل الأبعاد إيش؟ لوحات الإشارة المتممة، يعني نفس الأبعاد حقت الإشارات المتممة. هنا عندنا الشكل 9، عندنا هذا الإطار الأول اللي على اليمين يضم أكثر من رمز وأكثر من نص. يعني هي في عندنا الحريق عبارة عن رمز وإشارة متممة لها أو الملحقة اللي هي النص مكتوب، نص مكتوب ورمز. فعندنا تبع الحريق، في عندنا لا تستعمل المصعد، في عندنا الخروج عن طريق السلم أو استخدام في حالة الطوارئ السلم الدرج. فهذه 3 رموز في إشارة واحدة، فتعتبر هذه أحد اللوحات الخاصة بإشارات السلام التجمعية أو التجميعية. في اللي على اليسار هنا ايش في مواد خطرة زي ما احنا شايفين رمز وجنبه نص. برضو عندنا يجب ارتداء الألبس الواقية في المنطقة، فعندنا برضو هذا إشارة ثانية، والأخيرة اللي هي ممنوع دخول الغرباء أو ممنوع دخول غير الموظفين أو ممنوع دخول عدد الأشخاص المخصصين. فتكون هذه أكثر من إشارة وأكثر من علامة في إيش؟ في إشارة واحدة. طيب يوضح الجدول التالي اللي بنشوفه الآن أشكال وألوان المجموعات. طبعا كل لون وكل شكل له دلالة معينة،
الأشكال الهندسية برضو لها دلائل معينة، فراح نتعرف عليها ونتعرف على أشكال وألوان ودلائل إشارات السلامة الأساسية. طبعا عندنا منع الخطر. منع الخطر عادة يجي دائري مع شريط مستعرض، اللون دائما يكون باللون الأحمر. يعني ما قد شفنا إشارة المنع والحظر باللون أصفر زي كذا بالشكل هذا، لازم هي ستاندر الحق او المواصفات لازم ان يكون باللون الاحمر، يكون دائري مع شريط في الوسط كذا مستعرض. طبعا الدلاله والمعنى اللي هي ايش؟ تصرف منع اي تصرف او اجراء خطر، فهو من اسمه منع او حظر، فلازم يكون زي ما قلنا دائري مع شريط مستعرض. الامثله من هذه كثيره، طبعا اشهرها واللي نشوفها دائما بشكل مستمر اللي هي منع ايش؟ التدخين. فعندنا هذا أحد أشكال يعني أو رموز التوضيحية للمنع أو الحظر. عندنا التحذير، عادة يجينا إيش؟ مثلث بحواف أسود، طبعا لون الإشارة أصفر. إيش الهدف منها؟ هو التحذير من إمكانية الخطورة، زي ما إحنا شايفين هنا مر علينا الشكل هذا، انتبه مواد خطرة. هذا هنا زي ما أنتم شايفين أصفر، الإطار أسود. في عندنا شكل ثاني مر علينا هنا اللي خطر الحيوي، نفس الكلام أصفر. فكل هذه تعتبر من الإشارات الإيش؟ التحذيرية. طيب نجي للشكل اللي بعده. الشكل اللي بعده اللي هو الإلزام، يجيني عادة بشكل دائري والخلفية زرقاء. طبعا الواجب الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الخطر، هذا المعنى التوضيحي لها. فعادة نشوفه مثلا زي لبس الكمام أو لبس واقي. فعادة نعرف أول ما نشوف اللبس أو أول ما نشوف الخلفية الزرقاء بالشكل الدائري نعرف أنه هذه أحد إشارات السلامة الإلزامية. طيب نروح الشكل اللي بعدها. طبعا إشارات السلامة من الحريق زي ما قلنا اللون أحمر واضح، يكون مستطيل أو مربع في شكلين. تحديد أماكن إيش الهدف منها، أو الهدف اللي هو تحديد أماكن تواجد معدات مكافحة الحريق، فين تحصل مثلا طفاية الحريق، فين تحصل مثلا الخراطيم المياه، فين تحصل أي شيء متعلق بمعدات مكافحة الحريق. فلونها واضح بارز ملفت للنظر يعني بشكل واضح. طيب في عندنا برضو أحد إشارات اللي هي الإخلاء أو الإشارات الطبية والصحية، عادة تكون بالإيش؟ باللون الأخضر، يجي شكل مستطيل ويجي منها شكل إيش؟ مربع. طبعا الهدف منها أو المعنى التوضيحي اللي هو اتجاه حركة الإخلاء أو النجاة والإنقاذ وخدمات الإسعاف الأولي لدى وقوع الحوادث والمعلومات المتعلقة بالسلامة. أحد الإشارات اللي لها علاقة بالإخلاء اللي هي مخارج الطوارئ، فإحنا دائما نشوف مخارج الطوارئ تجينا باللون الأخضر ويجي عليها مرسوم الرمز الشخص اللي يجري أو حاجة زي كذا يكون بالأبيض. فهذه احد يعني اشارات الاخلاء واللي لازم تكون يعني باللون الاخضر سواء مربعه او مستطيله. طيب عندنا اللي بعده هنا ارشاد او الدلاله، تجيك برضه بالشكل مستطيل او مربع، عاده تجيك باللون الخلفيه الزرقاء، والهدف منها او معناها التوضيحي اللي هو السماح والارشاد يعني. طيب الشكل الثاني أو الجدول الثاني عندنا يبين الأشكال الهندسية لإشارات السلامة الرئيسية ودلالة كل منهما. يعني في عدة أشكال مرت علينا، فكل شكل هندسي له يعني معنى معين واستخدامات معينة خاصة فيها. طبعا الشكل الهندسي إيش يعني عليه أو يستخدم ليش؟ يستخدم الإشارات الإلزامية وإشارات الحظر زي ما احنا شايفين هنا. هذه الإلزامية وعندنا هنا إيش؟ الحظر. الحظر باللون الأحمر أطراف الحمراء وخلفية بيضاء، والإلزامية اللي هي بالخلفية الزرقاء، فكلها يعني تكون الشكل الهندسي فيها دائري. المثلث إشارات التحذير زي ما احنا شايفين هنا، في إشارات تحذير ذكرنا لكم قبل شوي إنه مواد خطرة مواد حيوية عادة تجيك بالشكل المثلث وتكون خلفيتها صفراء والأطراف أو الحواف باللون الأسود. عندنا المستطيل يكون للطوارئ، المعلومات، لوحات الإرشاد الملحقة والتجمعية والمشتركة والتجميعية، فكلها تجينا بشكل هندسي مستطيل. طيب ننتقل الآن إلى علامات السلامة. علامات السلامة اللي هي تصمم هذه الحركة العلامات على شكل شريط يحتوي خطوط متتالية. يعني في عندنا شريط ينحط، في بعضها تكون مؤقتة، في بعضها تكون يعني دائمة.
عبارة عن لونين، عادة جينا بلونين، عندنا اللون الأحمر والأبيض، أو يكون الأصفر والأسود، برضو يجينا اللون الأخضر والأبيض. طبعا الأشكال عادة تكون بشكل مائل أو بشكل سهمي أو بشكل متقطع كذا، فعندنا بنشوفها بالشكل التالي. طبعا تستخدم ليش؟ تستخدم على أسطح مثلا هياكل الأبنية، تستخدم على أماكن الإنشاءات، تستخدم مثلا وسائط النقل والآلات والأدوات والتجهيزات، لما تبغى تحط مثلا تنبيه معين أو توجيه لحركة سير معينة، فتستخدم هذه الشرائط يعني. وعادة زي ما قلنا تكون في مؤقتا، وفي تكون يعني بشكل دائم. وبنتعرف عشان إيش الألوان اللي تكون بشكل دائم، وإيش الألوان اللي تكون بشكل مؤقتا، بحيث إنك تشيلها أول ما تنتهي من المشروع أو ما تنتهي من العمل تبعك. طيب هنا بنجي للنقطة اللي بعدها، اللي هو يجب أن تتحقق العلامات ذات الإضاءة الكهربائية الداخلية. هنا نرجع النقطة حقتنا طيب هنا يتكلم برضو على علامات الإضاءة، مثلا كذلك أسطح وأدوات المنتجات المخصصة لتوفير السلامة، بما في ذلك المنتجات ذات الإضاءة الداخلية أو الخارجية، مصادر طاقة كهربائية ذاتية أو طوارئ. يجب أن تحقق العلامات ذات الإضاءة الكهربائية الداخلية أو الخارجية المخصصة للأماكن ذات خطورة الحرائق والانفجارات. لازم تحقق إيش؟ تحقق الأمان والحماية من خطر الحريق والانفجار، كلنا على حدة. طبعا تستخدم العلامات ذات اللون الأحمر والأبيض والأصفر والأسود للدلائل، في مثلا لما يجينا خطر الاصطدام بالحواجز ومخاطر التزحلق والسقوط، فنشوف أحد الأشرطة اللي تكلمنا عنها في البداية. عندنا خطورة التواجد في منطقة مثلا تتضمن فيها سقوط أو مرتفعات أو فيها أدوات وأحمال وانهيار، فلازم إحنا نستخدم أحد الأشرطة اللي ذكرناها في البداية، وبنتعرف على أشكالها في السلايد اللي القادم. طبعا أحد الدلائل تستخدم اللي تستخدم فيها اللي هي خطورة التواجد في منطقة ذات ملوثات كيميائية حيوية أو إشعاعية، فإحنا نحط الحاجز هذا عشان يعني نمنع تواجد الناس أو نمنع أي شخص من دخول المنطقة هذه. برضو عندنا مداخل مراقبة للمنشآت الخطرة وغيرها من الأماكن التي يمنع دخول الغرباء أو لا بد من دخول بس عدا الأشخاص المهيئين أو المخصصين، فلازم تحط مثلا أحد الأشرطة هذه. في عندنا أماكن العمل ذات خطر الاشتعال والحوادث وأماكن النجاة وإصلاح البناء، برضو عناصر البناء والتشييد، الزوايا، البروزات، عناصر وأجزاء التجهيزات والآليات ووسائل النقل. في برضو حدود مجال الحركة، زي ما قلنا لكم في البداية إنه ممرات عمال أو ممرات زوار أو أماكن معينة تبغى توجه الناس فيها وتلزمهم مسار معين، فتستخدمها يعني لحماية الناس يعني أو الزوار. برضو تستخدم في حدود أماكن إجراءات المسابقات الرياضية، المضمار، الدراجات الهوائية والسيارات، فتكون عادة برضو للأنشطة الجماهيرية لحجز الناس مثلا عن الممر الدراجات الهوائية أو السيارات، فيحطون عادة يستعينون بالأشرطة المؤقتة هذه. طيب عندما تكون العوائق وأماكن الخطورة ذات طبيعة دائمة، عندها يجري استخدام العلامات ذات الخطوط الملونة بالأصفر والأسود. تمام، زي الآن قلنا لكم في البداية إنه في عندنا بعض الأشرطة وبعض العلامات هذه تستخدم بشكل دائم، فلازم يكون لونها إيش؟ الأصفر والأسود. لكن لما نشوفها مثلا بألوان مختلفة مثلا زي أحمر وأبيض، فعادة نعرف إنه بشكل مؤقت إلى حين انتهى من المشروع أو انتهى من العمل في المكان في الموقع، فتنشأ على طول تزال الإشارات بمجرد انتهاء العمل يعني. يمنع استخدام العلامات ذات الخطوط الملونة بالأحمر والأبيض على طرق الإخلاء والنجاة. تستخدم العلامات ذات الخطوط الملونة بالأخضر والأبيض
لتحديد مسار الحركة الآمنة والإشارة لاتجاه حركة طرق الإخلاء. هذه عندنا الإشكال أو الإشارات اللي تكلمنا على إشارة السلامة. هذه عندنا الشكل المتقطع في اللون الأسود والأصفر، قلنا هذه بتكون بشكل يعني عادة نستخدم في بشكل دائم. اللون الأبيض والأحمر تكون بشكل مؤقت، في هذه الأخضر والأبيض برضه، في هذه عندنا نفسها بس أنه جاي بشكل مائل برضو، لها استخدامات معينة وألوان معينة. هنا عندنا برضو الشكل السهم السهمي عبارة عن أسهم، يعني تبين عبارة عن أسهم. فكل هذه تستخدم زي ما قلنا يعني في أماكن مؤقتة أو أماكن دائمة، لحجز الناس أو لمنع الناس أو لمنع الجماهير من دخول مكان معين، أو في منطقة عمل مؤقتة، أو منع دخول عمال أو دخول مثلا غير المختصين في مكان معين. فنستخدم إشارات أو الشرائط السلامة هذه. طيب نجي على النقطة اللي بعدها اللي هي إيش؟ صناعة اللوحات الإرشادية. طبعا في متطلبات عامة خاصة باللوحات الإرشادية. طبعا فيما يتعلق بالمواصفات راح نتعرف على إيش، على الأشكال والمواصفات الخاصة باللوحات الإرشادية. طبعا تعتمد الأشكال والألوان التي سيتم استخدامها على الغرض منها ونوع الإشارة. مثلا لوحات إشارة تشير إلى حظر أو انذار أو عمل إلزامي أو طريق نجاة ومعدات مكافحة الحريق. فلازم زي ما قلنا انه تعتمد الشكل الخاص بالخطر المعين. يعني زي ما قلنا مكافحة الحريق لها شكل معين، العمل الإلزامي لها شكل معين قلنا الدائري، الحظر او المنع لها برضو شكل معين. برضو لازم يجب ان يكون الصور تكون صور بسيطة قدر الامكان، ويجب ان تحتوي على تفاصيل أساسية فقط مع تجنب الغموض في المعنى. كل ما كانت الصورة أسهل وأوضح كل ما كانت ذات فائدة يعني أكبر. والهدف من الإشارات ليس يعني التعقيد، أو الهدف يعني تنبيه الناس أو تحذيرهم، ولازم يعني تكون بشكل مبسط يفهمها الكبير والصغير والمتكلم بنفس اللغة أو متعددي اللغات. فكل ما كان الشكل أبسط وأسهل يعني كانت ذات يعني جودة أعلى. طيب النقطة اللي بعدها اللي هي يجب أن تكون لوحات الإشارة مصنوعة من مادة مقاومة للصدمات والطقس وملائمة للبيئة المحيطة. لازم أحط في اعتباري أنا لما أجي أصنع لوحات أو المصنع اللي يصنع اللوحات لازم يكون في الأخذ بالاعتبار نوعية المادة اللي راح تصنع فيها. هل مثلا أستخدمها مثلا خشب؟ ما ينفع الخشب، ممكن يتعرض للتآكل، ممكن يتعرض لأي يعني اي مثلا خلل بحكم الظروف الجويه، ممكن تعلق الاحتراق او اي يعني مشاكل ثانيه. ممكن برضو لما نستخدم حديد، الحديد ممكن زي ما احنا عارفين يتاثر بالرطوبه، يتاثر بالصدى، يتاثر. فلازم ماده خاصه فيها راح نتعرف عليها ان شاء الله تصنع اللوحات الارشاديه، وزي ما قلنا تحمل الصدمات والطقس وملائمه للبيئه المحيطه. يجب أن تكون أبعاد وملامح لوحات الإشارة اللونية والشكلية ملائمة بما يتيح يتوفهمها بسهولة. زي ما قلنا الأشكال الألوان لازم تكون لها يعني أماكن وأبعاد ومقاسات معينة بحيث أن يتم رؤيتها وسهل برضه التعرف عليها. طيب النقطة الثانية في عندنا الآن يا شباب متبقي 10 دقائق، احنا راح نكمل إن شاء الله. أول ما يقفل معنا الرابط راح ناخذ بريك 10 دقائق ونرجع إن شاء الله على نفس الرابط بعد 10 دقائق من أول ما ينتهي معنا الرابط هذا. تمام؟ طيب النقطة الثانية راح نتكلم فيها اللي هي إيش؟ فيما يتعلق بإيش؟ بظروف الاستخدام. يجب تركيب لوحات الإشارة على ارتفاع ملائم ووضع ملائم لخط الرؤية، مع الأخذ بالحسبان أي عقبة سواء كانت نقطة الوصول للمنطقة في حالة الخطر العام أو الجوار المباشر. طبعا أنا زي ما قلنا لكم في البداية أنه لازم تكون على مستوى معين، ما تكون في ارتفاع. يعني لو جينا مثلا في أبعاد الإشارة نفس الإشارة أو العلامة
مثلا دائرية بالمقاس المعين، السماك المعين، الألوان المناسبة، كل شيء تمام، لكنها كانت في ارتفاع عالي أو منخفضة، مثلا عن منخفضة بحيث أنها قريبة من الأرض، ما هي بالمقاس المعين، فكذا ما أدت الدور أو الهدف اللي من أجلها وضعت الإشارة. فلازم يكون برضو ارتفاعها وأبعادها تكون في مكان ملائم مناسب للجميع، بحيث أن الجميع يشوفه بكل سهولة. برضو عندنا يجب العمل على إزالة اللوحات الإشارة عندما يزول الوضع التي تشير إليه. انتهيت أنا من مثلا لوحات تحذيرية، أنا أماكن عمل معينة، خلاص أشيلها بحيث أنها ما تسبب لبس أو تسبب مثلا تشويش على الناس اللي ماشيين في المنطقة. مثلا كان في منطقة إنشاءات أو خطر سقوط مثلا معدات معينة، أو مثلا عندي مواد خطرة في الموقع، بمجرد أن أنتهي من العمل أو المشروع اللي أنا فيه لازم تشال أو تزال اللوحات هذه فورا، لأن لو خليناها مثلا في أماكن مثلا لوحة مواد خطرة بينما ما في مواد خطرة، هذه راح تسبب ربكة، تسبب يعني تشويش على الناس إنه حذرين من المكان هذا بينما ما في مواد خطرة في الأساس. فبمجرد أن انتهى من المشروع أو انتهى من منطقة العمل أتخلص أو أزيل على طول إشارات أو اللوحات الإشارات السلامة من الموقع. طيب، في عندنا متطلبات عامة للإشارات المستخدمة لتعريف وتحديد موقع معدات مكافحة الحريق. يجب تعريف المعدات المستخدمة حصريا لأغراض مكافحة الحريق عبر استخدام لون نوعي للمعدات ووضع لوحة إشارة للموقع. عادة احنا زي ما احنا نشوف أي شيء متعلق بالحريق يكون باللون الأحمر، سواء المعدات المضخات، سواء إشارات عفوا طفاية الحريق، سواء خراطيم المياه، عادة تكون باللون الأحمر. فهذا يعني مستخدمين يعني لون نوعي خاص بالمعدات مكافحة الحريق. طيب، لازم هنا يكون اللون النوعي زي ما قلنا الأحمر. يجب أن تكون المنطقة حمراء كاملة بما يكفي إذا كانت مثلا عند مضخات أو غيره. عندنا النقطة اللي بعدها اللي إيش؟ المتطلبات العامة لعلامات التسويق. طبعا تصنع هذه العلامات باستخدام مواد عاكسه، يعني الاشرطه اللي حطها هذيك او اللي تكلمنا فيها لازم تكون عاكسه واضح اللون، سواء اللون الاحمر او سواء اللون الاصفر، ولازم يكون عاكس ما يكون باهت مثلا بحيث انه يكون يعني لافت للنظر او متالق ضوئي او بمشاركتهما معا، بحيث تحقق هذه المواد اشتراطات المتانه ومقاومه العوامل الطبيعيه والتصنيعيه، كما يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ظروف اماكن تواجدها. طيب، من اجل العلامات المخصصه للاستخدام في ظل ظروف الانتاج تشمل على مخاطر كيميائيه، يجب ان تتحمل تاثير الاوساط الكيميائيه المختلفه. لما نستخدم إشارات غازات سواء أو أبخرة أو ذا، لازم العلامات تكون يعني المخصصة تكون تتحمل أو تشتمل على تتحمل تأثير الأوساط الكيميائية اللي هي موجودة فيها. طبعا يمكن الخطوط الملونة في العلامات أن توضع بشكل عمودي أو مائل بزاوية 60 إلى 45 درجة مئوية أو بشكل سهمي. طبعا يشكل الجزء الملون الأصفر أو الأحمر أو الأخضر ما لا يقل عن 50% من المساحة الإجمالية للخطوط. فلما تكون عندي الخطوط سواء بشكل مائل أو بشكل سهمي أو بشكل متقطع، فيجي 50% أصفر 50% أسود 50% أصفر، يعني ما يجي لي الأصفر أكثر أطول من الأصفر أو العكس. لازم تكون موزعة بنسبة 50% بين اللونين. طبعا يتراوح عرض الخطوط الملونة في العلامات الاس بنشوفها الآن ما بين 20 إلى 500 مليمتر، بينما يبلغ المقطع عرض العلامة اف كحد أدنى 20 مليمتر. نشوفها هنا عندنا هذه اللي يتكلمون عليها، هذا عندنا الاس، هذا هو الميلان والأبعاد، وهنا عندنا الاف اللي هو عرض الشريط أو ارتفاع الشريط خلينا نقول. ففي مقاسات معينة لازم نمشي عليها حتى يعني تحقق يعني نمشي على المواصفات المطلوبة. طيب، عندنا المتطلبات العامة
للإشارات المستخدمة لتعليم إيش طرق المرور. يتم تحديد طرق المرور بوضوح للعربات بواسطة إشارات مستمرة بلون مرئي بوضوح، ويفضل أن يكون أبيض أو أصفر مع الأخذ بالحسبان لون الأرضية. يعني حسب لما يكون مثلاً الأرضية مائلة للأصفر أو مائلة للأبيض أو ذا، يعني يكون يعني دام في إمكانية اختار أكثر من لون، اختار اللون المناسب يعني اللي يتناسب مع لون إيش الأرضية. طيب يجب أن توضع الشرائط بحيث تشير إلى المسافة الآمنة الضرورية بين العربات أو أي جسم قد يكون بالجوار. يتم تعليم طرق المرور الدائمة والثابتة في مناطق خارجية بشكل مماثل ما لم يتم تزويدها بحواجز ملائمة. طيب عندنا هنا متطلبات عامة لإشارات المضية. فيما يتعلق بالإشارات المضية، طبعا في بعض الخصائص بنتعرف عليها الآن، اللي هي يجب أن يولد الضوء المنطلق من الإشارة تباينا مضيئيا بحيث يكون ملائما للبيئة المحيطة وفقا لظروف الاستخدام المعدل للإشارة، دون أن يؤدي الضوء المنبعث إلى توليد مثلا كمية زائدة من الضوء أو إحداث رؤية ضعيفة نتيجة الضوء غير كافي. كيف التباين؟ مثلا لما يجيني إشارة ضوئية لازم الحركة أو الإشارة تكون بشكل متناسق متباين، ما تجيني مثلا مرة تكون بسرعة مرة تجيني بشكل بطيء، مرة تكون لازم تكون الإشارة أو الضوء بشكل متباين متناسق بحيث أنها تؤدي الغرض يعني الذي وضعت من أجله. طبعا أن تكون الإشارة ذات لون وحيد تحتوي على يعني صورة أو خلفية محددة. اللون الإضاءة لازم يكون موحد زي ما هو مذكور هنا في النقطة هذه، ما أقدر أستخدم مثلا لون أصفر بعدين لون أحمر بعدين لون، فتعتبر ما تعتبر هذه من ضمن إشارات التنبيه أو إشارات السلامة. فلازم يكون عندي أنا لون موحد هو اللي يكون بشكل متناسق ومتباين. طبعا الرابط راح يقفل الآن خلال أقل من دقيقة إن شاء الله، خذوا بريك 10 دقائق ونرجع إن شاء الله بعد 10 دقائق إن شاء الله نكمل باقي المحاضرة إن شاء الله الثانية، أو خلنا نرجع على الساعة 7 إن شاء الله. تمام نرجع إن شاء الله الساعة 7 اللي بيصلي ويأخذ البريك الساعة 7 إن شاء الله راح نبدأ إن شاء الله المحاضرة الثانية. والله يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية يا مدرب. الصلاة تنتهي 10 7 و10 الصلاة تنتهي 7 و10 نعم. طيب أذن المغرب الآن صح؟ نعم صحيح يأذن. نعم صحيح أذن. طيب ودكم نأخذ البريك متى؟ نأخذ البريك بعدين نخليها مرة واحدة أو؟ والله ما أدري عنكم راحتكم، لأن الرابط بيقفل الآن، بيقفل معنا الرابط الآن. ف عطنا الوقت من عندك وحن يعني رتب ال... خلاص خلونا نرجع على الساعة 7 خلونا نرجع على الساعة 7 وبعدين ممكن اللي هذا نأجلها بعد، بنرجع على الساعة 7 إن شاء الله. تمام تمام تمام. الله يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله ويا حبيبي.